هذه الدورة هذيك طبعا كتتم في واحد الظروف خاصة، ظروف مهمة بالنسبة للحزب وبالنسبة للبلاد بصفة عامة، لأنها كتتم بعد خروجنا من الاستحقاقات الانتخابية اللي الحزب سجل واحد الحضور مهم في صدارة المشهد السياسي في بلادنا، والبلاد حققت أيضا واحد الانتصار مهم باعتبار على أنها شهد بشهادة الجميع على أن الانتخابات كانت نزيهة وكانت يعني منعطف جديد مهم لتكريس التجربة الديمقراطية لبلادنا. والحزب يعتبر في هذه الحالة على أنه المشاركة في الحكومة الحالية التي تشكلت في زمن قياسي بالنسبة للحكومة السابقة، فتعتبر يعتبر على أنه في إطار هذا العمل الحكومي سيكون إن شاء الله مجالا لتحقيق العديد من الانتظارات المواطنين، باعتبار على أن هذه الحكومة منسجمة ومتضامنة وتسعى إلى تحقيق الطموحات التي يشعلها الشعب المغربي بجميعه والتوجيهات الملكية السامية التي أبان عنها في أكمل خطاب، من أجل أن تمر بلادنا من هذه المرحلة التي يعيش العالم كله فيها تداعيات كورونا والموجة الجديدة التي شغلت العالم، ونعتبر على أن بلادنا كانت سباقة في مواجهة هذا التحدي وهذا الوباء، باعتبار على أن المبادرة الملكية بإنشاء صندوق خاص بمواجهة كورونا، نعتبر على أن بلادنا حصنت نفسها من العديد من الإشكالات التي كانت مطروحة والتي عانت منها العديد من الدول الأخرى. نعتبر على أن الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله لا التنظيمية ولا الوطنية ستكون في مستوى التحديات التي تشهدها بلادنا وتشهدها المنطقة المغاربية والإفريقية بصفة عامة. حزب الاستقلال في هذه المناسبة يعتبر نفسه مطالب بالمزيد من التعبئة وبالمزيد من الوقوف في صف واحد مع التوجهات الرسمية لأجل تحصين مكتسبات بلادنا ومواجهة من يتصدى بنا بأي جهة كانت، وبالتالي نعتبر على أن هذه الدور للمجلس الوطني كانت ستكون دورة مهمة باعتبار ما سيتخذ عنها وما يشعر به جميع المناضلين الاستقلاليين من ضرورة التعبئة لخدمة الوطن وتعزيز صفوف الحزب في المرحلة المقبلة إن شاء الله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.